Hey guys, صباح الخير، كيفكم شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم طبعا مو في بيتنا، مو في السعودية حتى. رجعت لكم بفلوقات السفر. ترى حرفيا توني قايمة من النوم لابسة البيجامة، ما عليكم. طبعا هذا كما عودتكم، يعني مو شيء يصدم اني افتتح فيديو وانا توني قايمة. حبيت اصبح عليكم وافتتح الفيديو لاني اكتشفت، ترى انا حاليا يمكن لي 7 ايام هنا. بس اكتشفت ما في مقدمة، يعني على طول بديت الفيديوز واني اوريكم الاشياء واني فهمتوا، واكتشفت انا ما في مقدمة. هذه مقدمتكم، كيفكم شلونكم؟ ترى انا حرفيا في وسط، يعني احنا ساكنين في كوخ، شايفين زي كذا، وانا شوفوا ويني فيه، ساكنين في مدينة، في قرية، مو حتى مدينة، في قرية في وسط الجبال. شوفوا شلون، والله يبيلي اسوي لكم تور في القرية حقتنا لانها خيال خيال خيال. شوفوا شلون تصبحون على الجبال. هذه القرية ما فيها الا سوبر ماركت واحد اللي هو سبار، و بيكري، في عندهم ثنتين، تو بيكريز، ويسكون الساعة 5. يعني ايش استفدنا؟ ما ادري. كل شيء يصك الساعة 5 المغرب، فاحنا ساكنين هنا حرفيا هنا فقط للنوم، بعدين نطلع ونشوف المدن. فهمتوا قصدي؟ يعني حرفيا في وسط الجبال ساكنين. شوفوا شلون، بس حلو كذا، تجربة جديدة، ما قد عمري جربت هالتجربة اللي نسكن في كذا قرية صغيرة. بالعادة دايما مدن، تغيير، هدوء. شوفوا شلون تسمعون صوت العصافير. المهم أحس مرة ما طلت في المقدمة. فهذه السفرة سفرة عائلية، ومسافرة مع أخوالي، حرفيا كل أخوالي معاي، يعني يمكن عددنا فوق 25 شخص بدون مبالغة، والله ما أبالغ عليكم، يمكن 25 شخص أو أكثر، مرة مرة كثيرين. فأخذنا لنا شوفوا شلون 3 أدوار هذا الكوخ، بس والله مودرن، شفتوا قزاز وكذا، باليلا تكفينا، والله باليلا تكفينا. فالعدد مرة كثير، وينصدمون إذا شافوا أعدادنا، بالذات في القرية. لأن ما أحس ما قد شافوا ذا العدد يجيهم، والله العظيم. وصلنا اول ديستنيشن اللي هو سالزبورغ، فهذا النهر حقهم. شوفوا في جسر قفوزي فرنسا. يلا بناخذنا جيلاتو. جايز مرة حر، قبل شوي يقول لكم جو خيالي بس طلعت الشمس، انا قاعدة اموت. هذا هو الاوتفيت حقي لما اني لقيت مراية تي شيرت، هذه اخذتها يوم كنت في كان، مرة احبها. جينز من زارا وجولدن جوس. تخيلوا هيون الحين توها يوصلها الترند حق دونالد ترامب، فبتاخذها ذا جرين وان. والله صرنا مراهقين. بس كذا حقتهم وطني. ليه حلوة؟ مرة حلوة. تخيلوا قالت ابيها عشان مع العباية. هذا السوفينير شوب حقهم. كيوت، شكل هذا لبسهم. شوكليت. مين هذا؟ شكل هذا واحد مرموف. طب مين هذا الرجال؟ موزارت. Who is this؟ موزارت. موزارت. شوفوا يلا قرروا معانا. هذا صيبة طبعا مدمنة ماجنت. كل ما رحنا مكان لازم تشتري ماجنت. أو هذا اللي يعني موزارت. تدرون ان بيتها مفتوح يمديكم تروحون تشوفونه؟ لازم نروح نشوف. اخذ واحد. مو
ادري شو هذا اصلا كذا بس تسمعين كله من هنا قولي من الحين كله موزار ماما جايز هذا موزارت كافيه رعب صدق معلش مره يخوف مره رخيص صدق مره خياس معلش صدق حزن حزن حتى كيكات مفرزنه يعني موزارت واخرته كذا Guys, 5 minutes later. شوفوا لقينا محل يبيع ملابسهم القديمة. شوفوا شلون بس كذا كشخة يعني ما كأنه محل تراثي. شوفوا شلون حتى اللي يشتغلون لابسين. شوفوا. هاي. الله. شو أقول لها؟ أقول لها عن قناتي. قولي. لا 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 لا. شو تشترين؟ I want to try on something traditional. Yeah. Same as the mannequin, the undershirt. What do you want from the color? لا أحمر. هذا. لا لا هذا. ماما شوفي هذا. أزرق. Is there my size? Yep. شوف استنفرا. والله اخترنا. نمساوية. يلا اختاري. Anything. More classic. Traditionnel. Traditionnel. Yes. Yes. Yeah. So this is for you, the blouse. Thank you. You're welcome. I give you the apron. Wow. خير مرة كيوت مرة يجنن. One hour later. Guys, تخيلوا إرمز حاطينا في أقدم مبنى أتوقع في التاون كلها. أول شيء أول ما دخلنا شفنا كذا ناس يصورون من برا. آخر شيء يوم سألنا اللي تشتغل قالت إن هذا المبنى من 1300 سنة. في 1300s تخيلوا. طبعاً بما إن أقدم محل في التاريخ لازم نشتري منه عشان يذكرنا بالمبنى وكيف مهم المبنى. صحيح صحيح. أنت شوف الساين خيال. يلا هالمرة قلت الهيونة تطلب لي بنجرب هذا مانجو دراجون فروت. صراحة أول مرة أجربه. هيك جربتيه في الرياض صح؟ جنن جنن.